الجولات الإفريقية ما زالت مستمرة للقيادة السياسية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل يوم أمس إلى العاصمة الكينية نيروبي من أجل المشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. طبعا القمة دي تم استحداثها عام 2019 تحت رئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، وده ضمن جهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة الدكتور رمضان أوراني خبير الشؤون الإفريقية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم، وعايزين نعرف ما هي هذه القمة، ما هي أهمية مصر للمشاركة في هذه القمة، ما العوائد التي ستعود على الاتحاد الإفريقي أو على مصر أو على كلا الطرفين من المشاركة في هذه القمة؟ الحقيقة أن القمة نصف السنوية للاتحاد الإفريقي تؤسس لنهج جديد في العمل الإفريقي، وهو فكرة الحفاظ على ديمومة استمرارية دبلوماسية القمة. الاتحاد الإفريقي تاريخيا دائما كان لديه القمة الرئيسية في يناير من كل عام في المقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. منذ 2019 وبالتحديد مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تم ساعتها أنشطة جديدة، تم فكرة أن يكون هناك قمة نصف سنوية. أيوه. الفرق بين القمة نصف سنوية والقمة السنوية للاتحاد، غالبا تركز القمة نصف السنوية على قضية اقتصادية أو قضية تنموية بالأساس تواجه تحديات القارة الأفريقية. على سبيل المثال كان هناك قمة عن التعليم، كان هناك قمة عن الزراعة، كان هناك قمة عن المناخ إلى آخره من العديد من القضايا التي تركز على هذا العام. النقطة الأخرى التي تضاف وتحسب إلى الاتحاد الأفريقي هي فكرة أو محاولة التشبيك بين التجمعات الإقليمية اللي هي ما دون الرئيسية، يعني لدينا الاتحاد الأفريقي ولدينا 4 أو 5 تجمعات فرعية، الإكواس، الكوميسا، السادك، الإياك، كل هذه التجمعات الفرعية خاصة بمنطقة من الأقاليم الخمسة للاتحاد الأفريقي. أحد الأدوات الرئيسية والفاعلة لهذه القمم محاولة التشبيك بين مؤسسة الاتحاد الأفريقي الأم وهذه التجمعات الإقليمية. بالعودة لسؤال حضرتك المهم، أهمية المشاركة المصرية في مثل هذه القمم، أولا لا يخفى الدور المصري في تأسيس مؤسسات الاتحاد الأفريقي الرئيسية، سواء منظمة الاتحاد الوحدة الأفريقية ومن بعدها الاتحاد الأفريقي، لكن الدور المصري انطلاقا من الأبعاد التنموية التي تواجه القارة، بدأ هناك حرص مصري على خلق نوع من التعاون بين التجمعات الإقليمية الفرعية. من هنا دعت مصر في 2015 إلى التجمع الثلاثي الذي يضم الكوميسا والإياك والسادك. هذه التجمعات الثلاثة أهميتها أنها تقريبا تمثل نصف الناتج المحلي للقارة الأفريقية، أنها تمثل أكبر كتلة اقتصادية بين دول شرق وجنوب القارة الأفريقية. ومن ثم كان هناك حرص مصري على التفاعل مع هذه التجمعات. منذ شهر تقريبا ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الأخيرة للكوميسا، وتم عرض الإنجازات التي قدمتها مصر خلال العامين الأخيرين. ربما في تصوري أكبر إنجاز مصري تم تقديمه الوصول بمعدلات التبادل التجاري بين هذه التجمعات الثلاثة قرابة 13 مليار دولار، وهذا رقم محترم جدا في التعامل الاقتصادي الإفريقي. يبقى من الأهمية بمكان أيضا نقطة في غاية الوضوح، وهي أهمية المشاركة المصرية على مستوى دبلوماسية القمة. العمل الإفريقي بطبيعة الحال حينما نكرس دبلوماسية القمة نحن نضمن حضور مصري فاعل، نضمن فرض الأجندة المصرية أو على الأقل ضمان تعاطي إفريقي قوي مع الأجندة المصرية، خاصة أن مصر في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ رئاسة الاتحاد الأفريقي هناك ما يمكن أن نسميه الأجندة المصرية للعمل الإفريقي. الأجندة المصرية للعمل الإفريقي تركز بدرجة كبيرة على قضية التنمية. صحيح. على قضية حفظ السلم والأمن في القارة الأفريقية، تصدير النموذج المصري أيضا. بالضبط، تصدير النموذج المصري، يعني ربما حضرتك في البناء، في الترافيك، في الصحة، في بالضبط. يعني كان هذه أحد القضايا الرئيسية لدول القارة الأفريقية، المساهمة بدرجة كبيرة في المشروعات التنموية الإفريقية، ولدينا مثال حي وقوي وسد جوليس نيريري في تنزانيا. الأهم من ذلك طرح مقاربة مصرية مهمة جدا خاصة بالربط بين أن استقرار وديمومة التنمية في أفريقيا مرتبط بمكافحة الإرهاب في القارة، والأهم أيضا ما طرحته مصر في آخر عامين وهو المركز الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، وربط مصر ما بين وقف الصراعات وبناء وإعادة وتنمية الدول في مرحلة ما بعد الصراعات. وربما من العلامات المميزة استضافة القاهرة مركز إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات. طيب خلينا نتكلم عن هدف
أو إيه هو الهدف من تعزيز مسار التكامل الإقليمي بالنسبة لدول القارة الأفريقية بشكل عام بما يتعلق بالتكامل الاقتصادي؟ أهمية ده إيه؟ وهل ده بيعد أبرز خطواته؟ خليني أقول في إطلاق منطقة بقى تجارية، بعد كده منطقة تجارية حرة للقارة الأفريقية تحت الرئاسة المصرية طبعا عام 2019. أعود بحضرتك ل 2013 مع إطلاق الاتحاد الأفريقي ما نسميه الأجندة الخمسينية للاتحاد الأفريقي 2063. ربما الاتحاد الأفريقي أحد المؤسسات القليلة عالميا اللي طرحت أجندة استراتيجية لخمسين عام مستقبلية. أحد الأدوات الرئيسية في هذه الأجندة أو البنود الرئيسية فكرة الحديث عن قارة متحدة متكاملة ديمقراطية تعزز دور المرأة والشباب وصولا إلى مرحلة المكانة العالمية المهمة. هذه الأجندة أحد أدواتها الرئيسية أو يعني أدوات التنفيذ فيها إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ودي اللي تم إطلاقها في 2019 في عهد الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي. أهمية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، أولا أنها تقريبا أكبر منطقة تجارة حرة عالميا، تضم حوالي 54 دولة في العالم، قرابة 1.3 مليار نسمة. إذن نحن نتحدث عن سوق إفريقي ضخم يعني يتسع لمنافسة اقتصادية بين العديد من الكيانات الاقتصادية. هذه المنطقة التجارية الحرة في تصوري وجهت بإشكاليات كثيرة، إشكاليات خاصة بداخل القارة الأفريقية تتعلق بالحدود بين الدول، تتعلق بقضية التعريفة الجمركية. للأسف انطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية واجهت القارة الأفريقية أزمتين عالميتين كبرى، أزمة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي كان هناك الحرص من قبل الاتحاد الأفريقي على تفعيل منطقة التجارة الحرة للوصول إلى التبادل التجاري بين دول القارة بمعدلات كبرى. لماذا؟ حينما نقارن التبادل التجاري الإفريقي بالمقارنة بالتبادل الإفريقي العالمي نجد للأسف أننا أمام معدلات ضعيفة جدا جدا. يعني على سبيل المثال التبادل بين القارة الأفريقية والصين قرابة 200 مليار دولار، التبادل التجاري بين أفريقيا والهند والولايات المتحدة يصل حوالي 100 مليار دولار. التبادل الإفريقي أرقام للأسف ضعيفة جدا، يعني لا تتجاوز 25 مليار دولار في أقصى التقديرات المتفائلة. بالتالي يعول دول عديدة طبعا. بالضبط، يعول على هذه منطقة التجارة الحرة الأفريقية لأنها تتجاوز هذه العقبة في التبادل التجاري الإفريقي. وبالتالي كان التركيز على فكرة خلق بقى تشبيك ما بين التجمعات الفرعية والمنطقة التجارية الحرة الأم، وصولا إلى إلغاء التعريفة الجمركية، وصولا إلى حرية انسياب السلع والأفراد بين دول القارة الأفريقية. وبالتالي أنا أتصور أن أحد المشروعات الكبرى التي تطرحها مصر داخل القارة الأفريقية هو تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية حتى نصل إلى ما يمكن أن نسميه تعزيز مبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية. صحيح. باعتبار الأزمات الاقتصادية الأفريقية إن لم تأتي على أرضية أفريقية تنموية أعتقد أنها لن تأتي بأي ثمار أو نتائج. في حال تفعيل هذه المنطقة وفي حال دخولها حيز التنفيذ، ما هي الفرص الاستثمارية الواعدة للدولة المصرية في هذه المنطقة؟ كيف ستنافس مصر؟ ما هي أبرز منتجاتها؟ هل هي بالفعل تستطيع أن تتنافس مع منتجات الدول الأخرى التي تأتي للسوق الإفريقي؟ يجب أن نعترف أن المنافسة في أفريقيا من ناحية الاقتصادية صعبة للغاية، خاصة أن العالم كله ينافس في أفريقيا، يعني حتى أن البعض بس ينافس من أجل يعني مصالح اقتصادية، جلب الموارد وليس من أجل التكامل، يعني جلب الموارد والفرص التصديرية بالأساس. صحيح. وأنت تنافس مع تكتلات كبرى، يعني حتى دائما يستخدم في علم الاقتصاد التكالب الدولي على أفريقيا، بالتالي أنت تتحرك مع تكتلات دولية كبرى على سبيل المثال الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الصين بالتحديد والهند والقوى الدولية. لكن أنا في اعتقادي أن مصر لديها ميزة رئيسية في أفريقيا. أولا فكرة الانتماء الإفريقي والقرب الجغرافي من القارة الأفريقية. صحيح. الجانب الثاني وهو الأهم. صحيح. مصر ليس لها تاريخ استعماري في القارة الأفريقية، وهذا يخلق حالة من الطمأنينة والثقة. صحيح. في المنتج المصري. الأهم من ذلك في اعتقادي أن هناك خمس قطاعات رئيسية تتمتع بميزة نسبية مهمة في القارة الأفريقية، نستطيع أن ننافس ونستطيع أن نقدم فرصا للقارة الأفريقية، وهي قطاعات البنية التحتية. أيوة. قطاعات صناعة الدواء، قطاعات تكنولوجيا المعلومات،
واخيرا قطاع الاتصالات. طيب احنا بنتكلم عن وصول طبعا امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركه في العاصمه الكينيه نيروبي الدور الخامسه من قمه منتصف العام التنسيقيه التابعه للاتحاد الافريقي. خلونا دلوقتي نروح نتعرف على اخر التفاصيل من زميلنا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري من كينيا. تفضل يا علاء. صباح الخير بسنت، صباح الخير مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدي برنامج صباح الخير يا مصر. اهلا بك علاء، قول لنا يعني ما هي اخر التطورات سياده الرئيس، ما هي ابرز الانشطه التي يعني ستتم من خلال جدول الزياره اليوم؟ نعم مصطفى، نحن الآن متواجدون تحديدا في مقر انعقاد القمة النصف سنوية في دورتها الخامسة والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. هذا هو الممر الذي يبدو في خلفية الصورة الذي سوف يعبر من خلاله السادة الرؤساء ورؤساء الوفود والحكومات المشاركين في هذه القمة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنتظر أن يصل إلى مقر القمة خلال الدقائق القليلة المقبلة لتنطلق الجلسة الافتتاحية، كما أعلن في الجداول الخاصة بمفوضية الاتحاد الافريقي انها سوف تكون في تمام الساعة 10:30 اي بعد دقائق قليلة من الان. جلسة افتتاحية سوف يشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلتئم من بعدها جلسة مغلقة يلقي خلالها سيادة الرئيس السيسي كلمة مصر الهامة بوصف سيادته الرئيس الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء وقادة الحكومات الافريقية للوكالة الافريقية للتنمية المعروفة بالنباد. يستعرض خلالها السيد الرئيس جهود الرئاسة المصرية طوال العامين الماضيين في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي القاري الإفريقي والعمل على إقرار الاستحقاقات وتنفيذ مقررات القمم الإفريقية السابقة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي تم إقرارها في عام 2019 إبان الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي. هناك أيضا جلسة هامة مغلقة سوف يلقي خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر بوصف سيادته الرئيس الدوري الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. يستعرض أيضا خلالها جهود الرئاسة المصرية في التعامل والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في العمل على الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على عمليات التنمية المستدامة في عدد من الدول الإفريقية، من بينها بطبيعة الأحوال مصر وعدد آخر تشهد عدد آخر من الدول الإفريقية تشهد طفرات متلاحقة من عمليات التنمية المستدامة. بالإضافة إلى هذين الموضوعين هناك أيضا جملة من الملفات والقضايا مطروحة على الرؤساء والقادة المشاركين في هذه القمة، بداية من الإصلاح المالي والمؤسسي لآليات عمل الاتحاد الإفريقي، العمل على تعزيز التعاون بين مفوضية الاتحاد الإفريقي من جانب وبين التكتلات الاقتصادية الكبرى الإفريقية من جانب آخر، أيضا العمل على تعزيز الشراكة المالية بين القارة الإفريقية وبين شركاء التمويل والشركاء المانحين سواء الإقليميين أو الدوليين، بالإضافة إلى القضايا التي لطالما كانت مدرجة بشكل دوري وثابت على أجندة عمل القادة الأفارقة في أي من القمم، سواء القمة الثابتة الأساسية التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يناير من كل عام، أو القمة نصف السنوية التي تعقد في إحدى الدول الإفريقية. نتحدث عن ملفات مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، التحول الرقمي، التغيرات المناخية وغيرها من هذه الموضوعات والأجندة الملفات. في الخلفية من هذه القضايا مصطفى هناك أيضا قضايا أصبحت ملحة تفرض نفسها دائما على اجتماعات القادة والرؤساء الأفارقة. نتحدث عن حالة السلم والأمن في القارة السمراء في ضوء عدد من الأزمات المشتعلة في هذه الأثناء. نتحدث عن الأزمة في كل من السودان، في الصومال، في دول منطقة الساحل والصحراء. لدي ملحوظتين سريعتين عن هذين الموضوعين تحديدا. هناك رغبة متزايدة لدى عدد كبير من الرؤساء وقادة الحكومات المشاركين في هذه القمة للاستماع عن قرب لتقديرات السيد الرئيس فيما يتعلق بالأزمة، أزمة السودان، خاصة وأن القاهرة كما هو معروف استضافت خلال الأيام القليلة الماضية قمة دول الجوار. هناك رغبة للاستماع عن تقديرات السيد الرئيس حول سبل حلحلة هذه الأزمة، بالإضافة أيضا إلى اطلاع هؤلاء الرؤساء والقادة للاستماع لتقديرات السيد الرئيس فيما يتعلق
بقضايا أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، التغيرات المناخية وغيرها من القضايا التي تحمل خلالها مصر رؤية واضحة وخطة عمل واضحة وخريطة طريق للخروج من كل هذه الأزمات إذا ما تم تفعيل العمل الإفريقي المشترك. الملحوظة الأخرى أن هذه القمة لا يدعى إليها كل الرؤساء وقادة الدول والحكومات الأفارقة، ولكن يدعى إليها عدد محدود من الرؤساء الذين يتولون ملفات هامة تتعلق بتعزيز العمل الإفريقي المشترك، هذا من جانب. وأيضا يحضرها رؤساء التكتلات الاقتصادية الكبرى في إطار الوقوف على ما تم إنجازه من آليات العمل الإفريقي المشترك وإنجاز ما تم الاتفاق عليه خلال القمم والاجتماعات الإفريقية السابقة. نعم مصطفى. إيك علاء، يعني ربما أوضحت كل الملفات ربما اللي سيناقشها السيد الرئيس مع في هذه القمة، وبالتحديد كل الملفات أيضا مش الاقتصادية بس، لا اتكلمت عن التغيرات المناخية، اتكلمت عن تعاون التكنولوجيا، اتكلمت عن عدد كبير من الملفات. بنشكرك شكرا جزيلا لإفادتك. شكرا لك علاء رشان، موفد التلفزيون المصري من كينيا. نرجع مرة تانية لضيفنا الكريم، وعايزة أعرف من حضرتك أهم الملفات اللي يمكن مطروحة على لقاء ومباحثات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره وشقيقه الرئيس الكيني ويليام روتو. أعتقد بجانب البعد التاريخي في العلاقات المصرية الكينية، يعني مصر كانت من الدول الرئيسية التي ساهمت في دعم استقلال كينيا، العلاقات التاريخية بين القيادات التاريخية في مصر، الرئيس عبد الناصر والرئيس الكيني الأب المؤسس لدولة كينيا. أتصور أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية في القمة المصرية الكينية إنجاز تعبير. الملف الأول يتعلق بقضية التغيرات المناخية في القارة الأفريقية. مصر هي ما زالت الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف كوب 27، وكينيا ستستضيف في سبتمبر المقبل قمة المناخ في أفريقيا. من المقرر أن هذه القمة ستحدد موقف القارة الأفريقية ورؤيتها لقضية التغيرات المناخية التي ستعرض في خلال كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي أنا أتصور التنسيق المصري الكيني فيما يتعلق بهذه القضية مسألة في غاية الأهمية، خاصة أن كوب 27 طرح أهم قضية تحتاجها القارة الأفريقية وهي صندوق الخسائر والأضرار الذي يتحدث عن تمويلات قرابة 100 مليار دولار سنويا للقارة الأفريقية. هذا الملف الأول في تصوري. الملف الثاني وهو يتعلق بدور كينيا في دول حوض النيل، وخاصة التحولات والتطورات الأخيرة في ملف سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والمرونة التي أدتها إثيوبيا والإعلان عن عودة المفاوضات. أعتقد أن الاستفادة من كينيا في هذا الملف ربما تكون نقطة مهمة. يبقى في تصوري الملف الأهم وهو الذي نجحت فيه القاهرة منذ أيام، وهو خلق مسار القاهرة لدول جوار السودان. كينيا المفروض هي رئيسة لجنة الإيجاد التي تتولى حل التدخل والوساطة في الأزمة السودانية، وبالتالي التنسيق بين مسار الإيجاد والتنسيق بين مسار القاهرة أحد الأطروحات القوية المطروحة حاليا. صحيح. بعد الترحيب السوداني والترحيب الدولي والإقليمي بمخرجات قمة القاهرة. صحيح. يعني في الحقيقة يعني التعاون الأفريقي لا يتم أبدا إلا بوجود القاهرة. القاهرة استطاعت أن تثبت نفسها في الأيام أو في السنوات القليلة الماضية، مش بس على ملف التغيرات المناخية، على عدد كبير من الملفات من أبرزها ملف التطور التكنولوجي، ملف البنية التحتية، ملفات الطب والتقدم الطبي. فأعتقد أن وجود القاهرة في هذه القمم يعني لا يمثل فقط إضافة للقاهرة ولكن إضافة أيضا لكل الملفات والاتحاد عموما التعاون الإفريقي. يعني اسمح لي أسريع، يعني لدينا النباد على سبيل المثال، ستعرض مصر تجربتها في النباد، أعتقد أحد التجارب التنموية المهمة لخدمة القارة الأفريقية. صحيح. بنشكرك دكتور رمضان أوراني خبير الشؤون الأفريقية، شرفتنا ونورتنا النهاردة في استوديو صباح الخير. شكرا جزيلا لحضرتك.